معنى هذا المفهوم؟ وعادة تكون حالة الوسط، الخامس تكون نحو شيء. هذا الزبير الخامس. سبحان الله كيف ترجع الطاقة. لا إله إلا الله. شو تكون طاقته؟ أخذ الطاقة السلبية من المريض، المرض الداخلي جسم المريض أخذه بوخ البثير الإيجابي. يعني هلا هدول الزغاري لو ينعملوا الفحص تبين فيهم مرض؟ المرض بيكون فيه سحبهم من الطرف بيكون تحليلهم غير اول تحليلهم غير هذا الزغلول الخامس انتهى معكم وغيثم يعني كانسر للكبد والرئه مرقم توافى جليد فور عشان هيك جليد فور تكون مراحل متقدمه من الكانسر تكون مراحل متقدمه عدد الجريت 1 أو الجريت 2 بأخذ أقل من هيك طاقة بكل مرض بداياته. كنا نستعجل واحد بالعلاج المرحلة الأولى بكون أفضل. بسم الله هذا الزغلول السادس نسأل الله إنه يكفل يكون انسحب المرض من أبو هيثم.